الخير لكم مشاهدينا متابعين بلقاءاتنا الصباحية من برنامج أحلى صباح مباشرة عبر شاشة تلفزيون لبنان. بذكر كل اللي عم بيتابعونا يتواصلوا معنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالبرنامج، فيسبوك تويتر وإنستغرام أحلى صباح. مدينة بيروت هي من أقدم المدن العربية، وتراث بيروت هو واجب مجتمعي على كل فرد منا للمحافظة على هوية وثقافة هالبلد. هيدا فعلا، ومؤخرا قامت جمعية تراث بيروت الممثلة بمؤسسة ورئيسة دكتور سهيل منيمني بدراسة بتحكي عن خانة بيروت القديمة. رح نحكي بالتفاصيل معه وضيفي بالاستوديو. صباح الخير. صباح الخير، يا هلا شرفتنا. بالبداية لمحة هيك سريعة عن جمعية تراث بيروت، نشأتها وأهدافها. جمعية تراث بيروت هي نحن عبارة عن مجموعة بال 2016 اجتمعنا لنوعي جيل جديد على تراث المدينة وتاريخها، ليصير عندهم يعني ارتباط أكثر بهالمدينة وانتماء أكثر. فيعني استمرنا بهالشيء هذا باسم تراث بيروت، مجموعة تراث بيروت. عملنا مواقع على وسائل التواصل الاجتماعي، ومؤخرا عملنا ويب سايت. بال 2019 تقدمنا بطلب لجمعية يكون رسمية، ونعم واخذنا على المخبر وعمل بنشتغل، اخذنا باسم تراثنا بيروت. فبس معروفة أكثر يعني عند العالم هيك بجمعية تراث بيروت. الملفت بالنظر الدراسة يلي قمت فيها واللي هي عن خانات بيروت القديمة. بالبداية شو بتجمع هذه الدراسة وكيف أرخت هالمرحلة؟ هذه لقلك هو السبب الأساسي أنه في ناس كتير ما بتعرف أنه كان في خانات بيروت، أنه بيستغربوا. بقول لك مثلا خان الصابون بطرابلس فور اكزامبل، يعني خان الخليلي بمصر، يعني في اشياء على الان باذهانهم اكثر. بيروت كان فيها 30 خان، وخانات مهمه وخانات كبيره. يعني هذه مثل كانت هيك تريجرينج لحتى نعمل شيء على الموضوع. والحمد لله يعني انه الله وفقنا وعملنا موضوع كثير كثير كبير على الشيء هذا بالصور وبالوثائق. نعم. الخانات كانت موجودة طبعا، وفينا نعدها أنه هي كانت الأوتيلات تبع زمان. يعني بتعرف هلأ واحد رايح على الأوتيل أنه بيجي بسيارته، بكون مثلا عنده شغل بده يعمله بيقعد بالأوتيل. فالخانات زمان كانت نفس الأسلوب، يعني بدل السيارة بيجي على الدواب بيقعدوا بالخانات، بكون معهم تجارتهم. وهلأ بنحكي كمان بال هذا يعني شو أشهر هيدي الخانات؟ شوفي، يمكن اشهر خانات اللي هو خان انطون بيك. لانه ليه؟ لانه اول شيء كان انشاؤه وين موجود؟ انشاؤه على البور. نعم. كان تقريبا يعني منطقه المرفق هي كان بجانبه مقبره السنطيه. اوكي. بطلع عليها يعني بمنطقه المرفق. طبعا الخانات كانت تنعمل او بمنطقه المرفأ مشان المراكب اللي تجي ويجيبوا بضائع، لانه الخان عباره عن مستودعات كمان. نعم. للبضائع، او يجوا من جهه الشمال كمان التجار وبضائع او الحجاج اللي جايين عند الديار المقدسه كانوا يمرقوا من بيروت ليوصلوا. فهذه كلها يعني كانت ارض خصبه لانشاء هالخانات هذه. خان أنطون بيك يمكن أشهر واحد لأنه كان شوي متأخر إنشاؤه. نعم. وآخر خان انهدم مع بداية الحرب الأهلية. شو كان اسمه؟ خان أنطون بيك. كمان انهدم؟ هو اللي انهدم خان أنطون بيك؟ هذا آخر خان. فكرت آخر خان انهدم حدا خان تاني. إيه الخانات كلية. نعم. طبعا راحت. نعم. إن كان مع تخطيط بيروت. نعم. إن كان مع هذا. والشيء الملفت للنظر أنه خانات كتير كانت موجودة بساحة البرج. أوكي، قبل ما تسمى ساحة الشهداء. حتى ساحة البرج زمان كان اسمها طوب خانة. نعم. من خان، بتقولي خانة، خانة يعني المكان، وطوب بالتركية يعني مدفع. السبب أنه بال 1772 الروس إجوا على بيروت. أوكي. ونصبوا مدفع بساحة البرج، ومش أول مرة يعني بعبر التاريخ كتير الروس أجروا بيروت يعني كتير. نعم. مش شوي ببعر إذا بعضهم anyway. فسموا ساحة المدفع. أنا إذا بتقري أنت على الكاربوستال القديم بلاس دو كانو اسمه بعد الأهل. مزبط. هدول الصور على كل حال عم بيقطعوا على الشاشة. إذا بتحب تعلق عليهم شوف، يعني إذا منلاحظ هدول القناطر لونهم أبيض
فينا نرجع شوي. يا ريت بنرجع بنرد الصورة لو سمحتوا. مهمة هالصورة شوي أكثر. لو سمحتوا بنرد الصورة الأولى شوي، شو كان هون؟ أوكي، هذا اللي شايفينه نحن يعني من بيروت القديمة، بسموها باطن بيروت. في بنشوف، فينا نشوف القلعة البحرية قبل ما تنهد، يعني هذه تقريبا بال 1870 هي الصورة. القناطر البيض اللي هن بسموها خان الملاحة. نعم. كان خان كبير مثل ما ملاحظة. وكمان ورا منه كمان في عدة خانات هلأ بنحكي عنه. نعم. الصورة اللي بعدها لو سمحتوا. أوكي، هذا بس بلان بالعربي مسقط. هذا اللي عمله كان كاييه فرنسي لخان الملاحة، كيف تقسيماته كانت الطابق الأول والطابق الثاني. كانوا دائما الخانات، مش معظمهم، كانوا كلهم عبارة عن طابقين. نعم. أرضي وعلوي. هذه كانت بالنسبة للخانات. هذه الخريطة لبيروت من 1929، صورة جوية. طبعا نحن بالجمعية عبارة عن مجموعة باحثين. أحد الباحثين وصديقنا جيرار مارتيان. جيرار حدد كل موقع كل خان مثل ما احنا شايفين على الخريطة اللي هي من 1929. مشكور كثير الحقيقة، يعني شغل متعب. ضمن منطقة بيروت طبعا، حتى ضمن سور بيروت. نعم. إذا بتلاحظ سور بيروت اللي هو الخط السميك، هذا كان سور بيروت. كان بيروت يعني مدينة صغيرة هيك جواتها السور هيدا. نعم. يعني خانات كثير مثل ما قلنا كانوا ساحة البرج بينعدوا خارج السور. أوكي، بس داخل السور كان في خانات كثير. حددهم كمان صديقنا وبالجمعية مؤرخ عصام شبارو بكتاب اسمه تاريخ بيروت المطول. بيروت القديمة. هذا كيف كان الخان شكله، توصل القوافل على في الكورتيارد. نعم. أو الصحن بسموها، يبقى عادة في بركة يعني بتنحط جوا، وفي مطارح مخازن مثل ما أنت شايفة هناك كياس مخازن بحطوا فيها البضائع، في مخازن للدواب يعني يجوا مثل استابلات يعني. نعم. ومصليات وهيك كان التقسيم. وهذا كمان جوات، هذا خان، أحد الخانات كمان خان الدباغة. هو موجود؟ باب الدباغة هون كان هذا يعني من الخانات اللي كان بيز كتير، يعني يجوا العالم كتير عليه للبضائع. ليه؟ لأنه كان قريب على المرفأ. نعم. قريب على المرفأ من الجهة الشمالية. هون كمان صرنا نحدد نحن خانات بالجمعية. هلأ الصور كتير، يعني هذا اللي قدرنا نبعلكم إيه مشان الوقت طبعا. فمثلا في خان اسمه خان كنافيني، مزرعة الإيراد اللي هي بعدين صار اسمها ساحة دباس بعد عالم بعد مذكرة. وبرج الكشاف اللي هو كمان كان سمة من سمات يعني ساحة البرج. كتير بفكروا انه ساحة البرج نسمت على اسم برج الكشاف، وهذا غلط. ونحن يعني فينا نرجع للمراجع نعرف اي برج بالضبط، يعني هو كان برج الكبير الشمال حد كان سينما ريفولي. يعني فينا عم نحدد بدقة كل شيء، عم نستعمل الوثائق. دكتور سهيل منيمني، يعني اليوم إذا بدي أحكي عن كلمة خان بالماضي، إذا بدي أرجع لها قبل يعني أيام المماليك. نعم. وأيام الفرس والمغول والأتراك كانت تعني سلطان. إيه مزبوط. أو إمبراطور. صحيح. مع الوقت تقدمت وصارت تعني فندق. 100%. خبرني أكثر عن هذه التسمية، ليه تطورت مع الوقت وليش لليوم؟ هل بعد في وجود لإحدى الخانات بأي منطقة ببيروت، والخاصة كلها هدمت؟ هلا بالنسبة للتسمية مزبوط، خان اللي هو يبقى الإمبراطور أو الملك أو هذا، ما في شيء يعني دراسة مقنعة إنه ليش بعدين سميت الخانات على اسم خان. إنه هل هو المكان؟ نحن نعرف إنه خان هو المكان، وأعطانا مثال يمكن طب خانة ساحة البرج، والأمثلة كثير كثير بعدها مستعملة اليوم. نعم. يعني فينا شو بنقول مثلا سلخاني. سلخاني اللي هو المكان اللي بيسلخوا فيه. نعم. اوكي. كرخاني بس مثلا، يعني بعده. نعم. هلا في اشياء كثير بنستعملها. سو يعني ما في شيء انه ليش، ممكن لانه كان السلطان الملك عنده مركز كبير يستقبل فيه العالم، يجوا الوافدين له،
هذا احتمال يعني شخصي، ما في شيء موثق. نعم. والخانات هل في وجود لها بعد ولا كلها هدمت؟ ما في ولا خان بقى خلص. ولا خان. اخر خان كان خان انطون بيك. نعم. اللي حكينا عنه وللاسف تدمر بالحرب الاهليه مثل ما تدمرت اشياء كثير. للأسف يعني للأسف. حتى في كمان أسواق سميت بأسامي تجارة مثل السرسو مثل بستروس أياس 100% وغيرهم كثير. يعني ليش كانت هذه التسميات بالماضي تصير؟ لا ما لها سبب. كانت تسميات، شوفي هلا حسب قيمة التاجر. يعني الخانات كانت تسمى أو على اسم صاحب العقار صاحب الخان، أو تسمى على أساس البضائع اللي عملت تجي شو بتبيع واكثر شيء يعني شو بصير فيها، او اسم المنطقه اللي واقع فيها. نعم. يعني بالنسبه هلا في مثلا خان، كان في خان طاسو هذه عائله بيروتيه، خان النقاش، خان الحلواني، خان الاسماء كتابت. نعم. كلهم كانت خانات مهمه ومعروفه. بالنسبه للبضائع كان في خان البارود، خان القطن، خان يعني هذا يسموه حسب مثل هلا بطرابلس وعده خان الصابون موجود. نعم. مثلا نعم. مينو. بعدين حسب المكان اللي هي فيه. وين تمركزت اكثر هذه الخانات؟ باي مناطق كانت اكثر؟ كان فيك تقولي نصها كان جوات السور والنصف الثاني حوالين السور. هلا يعني قريب للمرفأ اكثر. اي يعني حوالين السور. انه نحن بعدنا ببيروت طبعا يعني. بس زمان كانوا هذا بحدود بيروت، يعني قريب، كان قريب للمرفأ، قريب لساحه البرج اكثرهم. واكثر الخانات اللي كانت بساحه البرج تحولت بعدين ل مباني السينمات. نعم. السينما متروبول اللي بيعرفه، والسينما امبير، هذول كانوا خانات بنبنت عليهم خاصه بساحه البرج. طبعا جوات السور لما كانت تجي القوافل وياخذوا الاذن ليفتحوا لهم ابواب بيروت ليدخلوا، كانوا يفوتوا على الخانات اللي جوا بالمدينه. نعم. اذا بتروح اكثر للشكل المعماري لهيدي الخانات، كيف كان يتم بنائها؟ حسب ما شفت بالصور كانت من بناء كلسي، كان يعني حجر حجر. نعم، حجر كلسيه قليل كانوا يستعملوا فيها الحجر الرملي، وكان يعني بسيط، بناء بسيط. يعني كانت عباره عن فسحه مربعه اجمالا. فيها بركة، حوالين البركة كان في هيك يزرع شوي يعني أشجار مأشجار، وينعمل تابين. أوكي. الأول سبيس كان ينعمل للمخازن وللدواب وللهذا، واللي فوق منه كانوا للمسافرين. نعم. هلأ الخانات المرتبة أوكي كان فيها غرف إلى حد ما، بس معظمها يعني كانت تعرف أنه هديك الأيام انه العالم مثل مصب كان فوق، يطلعوا له بسلم دراج لفوق في مصب كبيره. نعم. هيك ويناموا. نعم. يعني مشان يعني الصبح تجارتهم ويروحوا يشوفوا ارزاقهم و... نعم. طيب اللي بده يطلع على هيدي الخانات او على هالمعلومات القيمه ويشوف. نعم. هالوثائق كيف يشوفها؟ اوكي، في عنا الحقيقه على الويب سايت تبعنا صار يعني ضخم جدا جدا جدا، كل حتى بالوثائق. نعم. يعني نحن عم نحكي عن وثائق، يعني تكرم المؤرخ استاذ عبد اللطيف فيخوري اعطانا وثائق عن الخانات موجودين على الويب سايت beirutheritage.org. نعم. كثير سهل، ما بضيع ابدا، beirutheritage.org هذا موقع جميع تبعنا، في شوف كل الدراسات اللي انعملت. نعم. بالنسبه للخانات، الموضوع اللي عملناه يعني الله وفقنا، كان موضوع كثير كبير بالصور وبالهيك، بس طبعا المراجع كلها موجوده، ومعظم المراجع كمان هن اللي يعني اشخاص منتسبين للجمعيه. نعم. اوكي. شفنا هيدا الخريطه اللي عملها الدكتور عصام شبارو، مؤرخ كثير شهير ببيروت، وفيهم يرجعوا لبعض الكتب، منهم كتب استاذنا يعني عبد اللطيف فيخوري، عضو شرف بالجمعيه ومؤرخ معروف جدا. ممكن في كمان حاطين نحن كل الاشياء، دكتور المؤرخ حسان حلاق يو كمان حاطين المراجع تبعه، وحتى المراجع الاجنبيه. نعم. اللي تذكرت عن هالموضوع. عم بحكي للاشخاص اللي حابين يطلعوا اكثر على خانات بيروت القديمه، فيهم يفوتوا على beirutheritage.org اللي من خلاله بيقدروا ياخذوا المعلومات كافه ويتفرجوا على الصور اللي وثقتها حضرتك دكتور سهيل منيني. مش بس beirutheritage.org، يعني اذا بتسمحي لي في كمان. تفضل. نحن عندنا هالميديا. نعم.
على يعني على الفيسبوك اوكي تراث تراث بيروت يعني هلا في حيصير في 300,000 فولور. نعم منا قليل. موفقين كل التوفيق لك. اهلا وسهلا فيك دكتور سهيل منيمني، باحث ومؤسس ورئيس جمعيه تراث بيروت. شكرا لكم. فاصل عيني صغيره ونرجع لمتابعه احلى صباح.